إذا بدنا نحكي على الأغنية الشعبية برأيك ليه اليوم ما عاد في احترام اللي كان موجود سابقاً لها الأغنية؟ ما عاد في احترام للأغنية الشعبية؟ بصراحة أنا بشوف لما الأكاديمية ما دخلت بأنها توثق الأغنية الشعبية راحت لمنحة تاني ودخل عليها الأورج. أنا برأي الأورج هو اللي هبط كل شيء. يعني سواها أغنية شعبية هابطة، أغنية شعبية حلوة. اليوم بتروحي على الأكاديميات بتلاقيهم عم يدرسوا باخ، في مؤلف عالمي اسمه باخ، باخ عنده رقصات شعبية بأسماء معينة ما لي حافظة، لكن هي رقصات شعبية لبلده. طيب نحن عم ندرس رقصة شعبية لباخ ببلده بسوريا، أما أني إجي أخذ الأغنية الشعبية للأكاديمية لأعمل لها أسلوب أكاديمي، هذا الشيء نحن ما عملناه. عم راحت الأغنية الشعبية للأورج، واللي هي بنظرك هبطت 100%، هبطت كل شيء. الأورج بيهبط أي لون، حتى غنية طرب تقيلة تعي يعزفها عازف أورج وريتميك وكذا ما بتهبطها، مع احترامي. يعني أنا ما عم بحكي على العازف، أنا بحكي على الآلة نفسها. الآلة نفسها كتير بتنزل المستوى. الأغنية الشعبية راحت لهذا المستوى. طب مين برأيك الفنانين اللي لسه يعني حافظين على الأغنية الشعبية ما عم يستخدموا هالألحان؟ أو أنا برأيي في أوزينة العلي عنا بسوريا متفرد، بيعمل شيء له لحاله ما بيشبه حدا. يا موج خدني معك، قديش لطيفة هالغنية. وازن، هو وازن عمل غنية للجماهيرية شعبية.